الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال أن ما أحلاك يا رمضان، رمضان محاكا في عن، رمضان محاكا معان، رمضان محاكا ونكسن. ولا ليال وبشي رمضان، وبشي خير كبدنيد، وبشي ليلة القدر، وبشي قرآنك، وبشي دعاء، وبشي صدقة، وبشي وناقة، بشي رمضان، وبشي الاعتكافي، وبشي البابدة شند لفري، وبشي البابدة النار تلحري، وبشي شياطين تواوين لحري. ولا ليال بشني وبشو أدو مديس إلهي أدن بلافي، وبشي قرآنك كريم كأل سودتي، وبشي دتكي ووناك سنا سلف هذه الأمة أي قنتك أحرحرنيين أي أولا لابنيين. بشني ولا ليال وبلها إلهي بشا خير كبضن، بشو إلهي أكدر تبلها، وبشا رمضان، بشا رمضان، وبشا ونكسن، وبشا إلهي أدو مدي سؤودن بدافو. ولا ليال إمسان دنبي أنقلني، إمسان خلدني، هدي أندوني إنو إنو إلهي إنو دنبي دافو، إلهي إنو إنو نحريستو، واتن بشي دنبي دافكو. إمسان دنبي كدعني، إمسان خلد كدعني، إمسان حاران أغني، إمسان حاران كهذلني، إمسان حاران كفكرني، إمسان إسراف للنمد، إمسان حد قدبني، إمسان قاغني. ولا ليال أحبتي في الله، واتن بشي توبدو، واتن بشي دنوب تلمسحي، واتن بشي إلهي اللون نقني، واتن بشي ويني، واتن بشي إلهي للهشيني سبحانه وتعالى، وبشاسي إلهي البابد جند أفريو، البابد النار تأحريو، وبشا الشياطين تلحريو. ما حد سجيس هالدبا، ما حد سجيس ميا دونين إلهي إنو كودن بداف دنوب تادي، إمي ساد خلط سميسي، إمي ساد دنب أدقشي، ميا دونين إلهي دنوب تادي إنو دافو سونكو ودن بداف. نبي جين صلى الله عليه وسلم وحو إنو شاغي، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبي جوحا أجري قفكي بشار رمضان صوما إساق أو إيمان رميسا إساق أو دنب داف دوني أو أجر دوني إلهي إنو قسيو، إلهي غفر له ما تقدم من ذنبه، دنبي جيسي هراء دنبو إلهي ترى. الله أكبر، إلهي با دنوب تادي مسحية، بل هبين كاسي أفرسو تاسي وقفك بشر رمضان صوما قفك سلاة الليل كأسرك عن محاد مالين. من قام نبي جوحا أولي ننك إستاغ رمضان بشر رمضان، إلهي وحو أدن بدافة دنوب تيسي هراء دن. الله أكبر، ننك رمضان تراوح دا كد دارة سلاة الليل ككد دالة، إلهي دنوبتي سأيو دافع محاد أمالين قفكي هبينك ليلة القدر غنى إستاغة. نبي قوحا أولي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ننك هبينك سي إلهي أوافتشيو، هبينك ليلة القدر غأه قفكو إلهي أوافتشيو، إلهي دنوبتي سأيو دنبو مسحا وفر سوا صدح قر وقفك رمضان صوما، إلهي وأدن بدافع وفرسو هبينك هبين ذا رمضان قفك صلاة الليل كي كسر أوسرك عبادي است، إلهي الذنوب تسي ودافع وفرسو قفك هبينك ليلة القدر إلهي ووافتشيو، إلهي الذنوب تسي ودافع. ما أحلاك يا رمضان، رمضان محاكا في عن، رمضان محاكا ونكسن،
walaalayaal, haddii aad doonaysaan ilaahay inuu ducada inaga aqbalo, habeenka habeenadii khayrka badnaa ee ducada la aqbalayay ayaan galnay. Ilaahay addoommadiisa naarta ayuu ka xoreeyaa. Nebigu waxa uu yidhi, inna lillaahi cutaqaa fi kulli yowmin waleyla. Ilaahay habeen walba iyo maalin walba wuxuu iska leeyahay cutaqaa, dad uu naarta uu ka xoreeyo. Nebigu waxa uu yidhi, walikulli cabdin minhum dacwatun mustashaaba. Wuxuu leeyahay addoonku dacwo ilaahay uu aqbalo buu leeyahay, dacwo la ajiibo ayuu leeyahay. Idan waa bishii ducada ilaahay uu aqbalayay, ma axla ka yar Ramadaan. Nebigu waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam, lissaa'imi cinda fitrihi dacwatu laa turad. Xadiis kale, lissaa'imi cinda fitrihi dacwatun maa turad. Nebigu waxa uu yidhi, qofka sooman markuu afurayo dacwo uu leeyahay ilaahay uu siiyo oo ilaahay uu ka aqbalo, dacwadaasi wax alla wixii khayra eed ilaahay aad weydiisatid ilaahay uu ku siinayaa. Bal nebigu wuxuu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam xadiid kale, thalaathatun laa turaddu dacwatuhum, saddex ducadooda waa la aqbalaa lama soo celiyay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa ka mid ahaa saddexdaasi, assaa'imu xiina yuftir, qofka sooman markuu afurayo buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Markuu afurayo ducadiisa ilaahay uu aqbalaa, maanta oo dhan buu ilaahay daraaddii usoo soomanaa, ilaahay ducadiisa uu aqbalaa, walaa yubaali, ilaahay uma aba yeelo. ilaahay ducadaada inuu aqbalo ma doonaysa? Waata bishi imisaad u baahan tahay khayr badan, imisaad u baahan tahay, imisaad u baahan tahay xanti, imisaad caafimaad u baahan tahay, imisaad awlaad u baahan tahay, arsaaq xalaala, shaqo wanaagsan, ilaahay inuu ku ilaaliyo xaaraanta, ilaahay fasaadka iyo cudurada dhacaya inuu kaa ilaaliyo, ilaahay imisaad u baahan tahay, imisa. Waatan ducadii, waqtigii ducada la aqbalay. Waxaa lagaa rabaa inaad dadaashid, ma axlaka ya Ramadaan. Ramadaanu maxaa kaa fiican? Ramadaanu maxaa kaa wanaagsan? Maalinkii oo dhan axibati fillaah waxaa lagu dhammaysanayaa waa soon, waxaa lagu dhammaysanayaa waa sadaqo, waxaa la wadaa waa jihaad maca nafs, waa la shaqaysanayaa, habeenkiina khayr baa lagu jiraa oo waa qiyaamu layl baa lagu jiraa, qur'aankii baa la akhriyayaa, waa ducadii, waa oohintii. Maa axlaaka yaa Ramadaan. Ramadaanoo maxaa kaa fiican? Maxaa kaa qurux badan? Imisaa masaakiin la quudinayaa? Imisaa dadka fuqaraada iyo dadka baahdan iyo armalida iyo agoonta la baadhaya oo la raadinaya si loogu kaalmeeyo? Imisaa agoon ayaa madaxa loo masaxayaa? Imisaa qaraabo xidhiidhinaynaa? ma axlaaka yaa Ramadaan. Ramadaanoo maxaa kaa qurux badan? maa ajmalak, maxaa kaa qurux badan? habeenkaaga iyo maalinkaagu cibaada iyo khayr iyo wanaag ayuu ku buuxaa. bal saacadahaaga, bal ilbiriqsigaagu khayr ayuu ku buuxaa. axibatii fillaah, bishan Ramadaan waa bishaa ilaahay fadligiisa uu sida u ballaadhan yahay, waa bishaa naxariista badan, waa bishaa wanaaga badan, waa bishaa khayrka badan. nebigu waxa uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ragima anfu rajulin dakhala calayhi ramadaan thumma insalakha qabla an yughfara lahu. nebigu waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasalam, ilaahay sanka dhulka ha ugu dhufto, afkiisu ha boodhoobo, qofkaasi khayr oo dhan ayaa la seejiyey, qofka bishii Ramadaan ay u soo gashay oo loo dembi dhaafay. ilaahay addoommadiisu u dembi dhaafayaa, addoommadiisu wax u xoreynayaa. dad baa salaatu leylkii loogu dembi dhaafayaa, dad baa sadaqadii loogu dembi dhaafayaa, dad baa qiyaamu leylkii, dad baa khayr badan ilaahay ugu dembi dhaafayaa. qofka aan waxaaba samayn maxaad u maray? qofka laga xarimay wanaagaasi, qofka habeenkaa ku jiray shar maxaad u maleen? qofka ummadda xamanayay waqtigaasi maxaad u maleen? nebigu wuxuu yidhi, afkiisu ha cudho, ha sii goobo, afka dhulka ha ku dhufto, ha hoogo, ha khasaaro. qofka habeenada khayrka badan ay u soo galeen oo bishii kadibna ka baxday,
isagoo oo loo dembi dhaafin. Ilaahay inaga ma dhigo kuwaasi, Ilaahay ha inaga dhigo kuwa naartiisa laga xoroobay, kuwa ducada laga aqbalay, kuwa bishaa fahmay micnaheeda, kuwa iimaanka u biiriyey, kuwa khayrka ku dadaalay, kuwa ka faa'iidaystay, kuwa Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha uu leeyahay albaabkaasi baabu rayaan ee jannada ka gala buu Ilaahay leeyahay maalinkaas. Ilaahay kuwaasi ha inaga dhigo. Wabillaahi tawfiiq. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.